بترو سبورت مع كابتن وائل رياض شيتوس، طبعا صديقي وحبيبي جدا كابتن وائل، وزميلنا كان في قناة النهار رياضة وحاليا المدرب المساعد في الجهاز الفني لنادي الانتاج. يعني كابتن وائل هارد لك النهارده. كريم ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ وسلمنا على كابتن عبد الحميد. الله يخليك كابتن وائل، واقول معلش النهارده هارد لك. هارد لك الحمد لله. طبعا يعني هتكلم معاك في الماتش، لكن عايز اخد من يعني الاحداث السخنه اللي حصلت. لا انا مش انا مش هتكلم معاك في الماتش، انا هتكلم في الاحداث. اتكلم في الاحداث. يعني الاحداث، بس انا عايز اوضح ان طبعا في ناس فاهمه ان انا نازل اتخانق، وده طبعا يعني الناس مش فاهمه خالص الكلام ده. لا الكلام ده مش مظبوط خالص. انا لقيت خناقه في الملعب، فنازل يعني ابعد الناس، يعني ابعد المشكله احاول، فلقيت حسام غالي متنرفز جدا، فبعته زقيته دخلته على الاوضه، وكان متعب برضه ومتنرفز وزعلان، وكان يعني كان في لعيبه ولاعيبه من عندنا زعلانين، فكان كنت نازل بس افضل اشتراك، لان طبعا انا بشتغل في الانتاج، انما لعيبه الاهلي دول اخواتي وتربيت معاهم، ف يعني الناس لازم تبقى فاهمه، ولازم تبقى ما تاخدش بالمظهر اللي حصل في الملعب. يا وائل انت محترم يا وائل. بعد المباراه كان شريف اكرامي عندنا في اوضه اللبس بيبارك لنا على الاداء، كنا عنده وانا كنت عنده، انا ومحمد فضل ولؤي كنا موجودين في، ومحمود عبد الحكيم في اوضه اللبس في النادي الاهلي، بنبارك لهم على النتيجه. فدي نرفزت. طيب يعني ايه اللي حصل؟ الاحداث سخنت ليه؟ والله ما اعرف، انا الاعماد متعب معايا بنتكلم، مش عارفين اصلا ايه اللي حصل، انا مش عارفين الا مش عارفين ايه الاحداث اللي حصلت دي. يعني مش عارفين ايه مين اللي هي كانت بدايتها بين محمود عبد الحكيم وعماد متعب يا وائل. محمود عبد الحكيم وعماد متعب والاثنين بعد المباراه سلموا على بعض، ومفيش اي يعني، هي نرفزت ملعب عادي. بس طبعا سخنت لان الدراما، كان في دراما كتير في الماتش، والماتش انه ينتهي في اللحظه دي بالوقت الضايع ده، فكان طبعا. طيب وائل، انا النهارده يعني اتفرجت على الشوط الثاني في المباراه، ومفيش حاجة تستدعي الست دقايق الوقت ضايع. تعليقك ايه على الست دقايق؟ امبارح برضه في ماتش الزمالك والمقصة كنت بتفرج على الشوط الثاني، قلت يعني حارس المقصة وقع مرتين، حصل بعض التغييرات يعني بالكتير قوي خمس دقايق. فشايف الست دقايق اللي اتحسبوا النهارده هل كان يستدعي، او تعليقك انت كمدرب في نادي الانتاج على الست دقايق اللي اتحسبوا النهارده؟ لا، ما انا عشان كده قلت لك ان انا مش هتكلم في المباراه، يعني ممكن بقى تعمل مداخله كريم بعد اذنك، انا اسف طبعا جدا، مع كابتن شوقي هو اللي يقدر يتكلم في القصه دي، لان انا عارف يا كريم برضو عندي الحته بتاعت ان انا كنت شغال في الاعلام دي، فبتديني ايه ان انا ممكن اتكلم كتير، فلو اتكلمت كتير ممكن اغلط. لا احنا عايزك تتكلم كتير، مفيش مشكله، احنا هنستحملك. مش هتكلم لا تعليق على التحكيم ولا تعليق على الست دقايق، وانا ما بعلقش على اي حاجه. تبارك للنادي الاهلي ولعبته طبعا على المجهود والنتيجه، وببارك لفرقه الانتاج الحربي على الاداء، فرقه كبيره عملت النهارده مباراه كبيره. بيكفي ان لعيبه الاهلي بعد المباراه يعني الكلام السائد في اوضه اللبس ان لو الانتاج بيلعب بالروح دي وبالاداء ده كل المباريات هيكون في بوزيشن مختلف تماما. وانا قلت لعيبه الاهلي ورديت عليهم وقلت لهم ان احنا بنلعب بالفعل كل المباريات بنفس الطريقه وبنفس الاداء، بس مش كل المباريات بتحس ست دقايق وقت ضايع. تمام يا كريم؟ حلو كده، انت كده هو يعني جبت اللي احنا عايزينه في الاخر. تمام. يا ولد يا كابتن وائل، اعلامي برضه. لا وائل، اعلامي برضه. يعني الكره الوحيده اللي عجبتني في الماتش